السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الحلقتين السابقتين تكلمنا على لي فالور دي مود ديال لانديكاتيف والسبجونكتيف. في هذه الحلقة هذه غادي نكملوا على السلسلة ديال لي فالور دي مود وغادي نتكلموا على لو مود ديال الكونديسيونيل، نشوفوا الاستعمالات ديالو فوقاش كيتستعمل وما الى غير ذلك. Voilà, le conditionnel permet de présenter des faits dont on n'est pas sûr. يعني الكونديسيونيل هو واحد المود اللي كنستعملوه في شي حاجه غير محتمله، يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حدث واقع او ما الى غير ذلك، انما احتمالات وفقط. شوفوا لان الكونديسيونيل عندنا كونديسيونيل بريزون كونديسيونيل باسي. شوفوا الاستعمالات ديال الكونديسيونيل بريزون. نبداو بالحاله الاولى، une action qui dépend d'une condition. يعني واحد الحدث اللي ضروري خصو واحد الشرط باش يكتمل الحدوث ديالو. نشوف المثال، سي لاريفي بيانتو نو ليزيمينيريون افيك نو. كما كتلاحظوا في الاول عندنا كونديسيون رياليزابل بوتونسييل، ملي استعملنا الكونديسيونيل يعني ايمينيريون. هنا عندنا واحد الحدث مرتبط بحدث، كما كتلاحظوا في اول جمله عندنا سي اللي هي اذا باللغه العربيه، يعني هي اداه الشرط، يعني ضروري واحد الشرط باش نوصلوا لشرط اخر. نشوفوا المثال الثاني، سي نو زيتيون او نوت نوفوريون دي زيتوال في لوند. عندنا في الاول كونديسيون نو رياليزي، الجمله الثانيه عندنا اغييل دي بريزون، يعني في الاول عندنا واحد الشرط ما كتملش يعني ما تحققش، لذلك كانت النتيجة هي واحد في الحاضر ان داكشي ما تحققش لان الشرط الاول اللي مرتبط به ما تحققش. يعني سينوزيتي اون نوت، يعني اذا كما قلنا اذا اكتمل داك الشرط غادي نوصلو نوفوريون دي زيتوال في لوند، يعني هذا النتيجة وهي في البريزون مع ولكن هي اغييل، يعني ماشي وقع، يعني ماشي حدث وقع كما قلنا. نشوفوا الحالة الثانية في البريزون، ان اكسيون بوسيبل، يعني واحد الحدث محتمل. شوفوا المثال، بور سا فيت نو بوريو لو فير ان سيربريز، يعني استعملنا باللون الاخضر الكونديسيونيل كما كتلاحظوا في واحد الحالة الثانية. يعني في الاول كان عندنا واحد الشرط، هنايا يعني واحد الاحتمال، يعني في العيد ديالها نقدروا نديروا لها واحد المفاجأة، يعني هذا هو هنا احتمال كما قلنا. هذا الاستعمال الثاني ديال الكونديسيونيل بريزون. الاحتمال الثالث ان سوي، يعني واحد التمني ولا واحد الرجاء، جو فوري فولونتي ان فواياج اون شين، يعني كما كتلاحظوا باللون الاخضر الكونديسيونيل انا استعملناه للرجاء او للتمني. شوفوا رابع حالة لي ان دوموند بولي اتيني، يعني واحد الطلب اللي هو بطريقه مؤدبه ولبقه وما الى غير ذلك. شوفوا المثال، اوغي فو لا ميبيليتي دو فيرمي لا بورت، يعني ان اوغي في الكونديسيونيل وهنا واحد دوموند، يعني واحد الطلب بطريقه لبقه، وهذا من الحالات اللي كنستعملوا فيها الكونديسيونيل بريزون. نشوفوا الكونديسيونيل باسي، شوفوا الحالة الأولى، إن أكسيون كي نابا أو ليو دو لو باسي باسكو سا كونديسيون نو سي با رياليزي، يعني واحد الحدث اللي ما وقعش في الباسي لأنه كان مرتبط كذلك تا هو بواحد الشرط، هنايا في الباسي ماشي في البريزون. شوفوا المثال، سي سا فامي نو سي تي با أوبوزي إي سوري دوفوني كوميديا. كما كتلاحظوا في الأول عندنا واحد كونديسيون نو رياليزي دو لو باسي، يعني واحد الشرط ما تحققش في الباسي في الماضي، النتيجه ديالو لو كان غادي يتحقق كانت النتيجه اي سوري دوفوني كوميديا، يعني كان من المحتمل انه يولي لنا واحد الكوميدي ولكن كتحقق الشرط الاول. هنا عندنا كونديسيونيل باسي كما كتلاحظوا باللون الاخضر سوري دوفوني. نشوفوا الحاله الثانيه، ان روغري جوري في فولونتي سو فواياج،
كنت لاحظوا باللغة الأقدار استعملنا كونديسيون باسي في واحد الغوغري. نشوفو الحالة الثالثة أفي سيبوزي نو فيريفي. مثال توضيح أن أوغي تي كونكلي أونتخ لي دو بارتي. هادو الحالات ديال الكونديسيونيل باسي والحالات الأولين ديال الكونديسيونيل بريزون. يعني هادو الاستعمالات ديالهم كان عندنا واحد لومبلوا بارتيكيلي أو واحد الاستعمال خاص، يعني حالة يعني خارجة على القواعد، ولكن كيتستعمل فيها الكونديسيونيل. نشوفو أن نمبلوا لي فورم دي كونديسيونيل دو لي ريسيو باسي بور إكسبريمي لي زاكسيون فيتير. يعني كنستعمل الكونديسيونيل في لي ريسي، يعني في الكتابات ديالنا وما إلى غير ذلك اللي كيكونوا في الباسي اللي كيكونوا في الماضي. وكنستعملوا هاد كونديسيونيل باش ننزلوا احداث او الوقائع في الفيتيل يعني في المستقبل. شوفوا المثال il disait qu'il viendrait quand il aurait fini. كما كتلاحظوا هنا استعملنا il existe un futur simple et un futur antérieur de le passé. يعني كما كتلاحظوا عندنا viendrait و aurait fini. كما كتلاحظوا هادو ديال الكونديسيونيل بريزون الكونديسيونيل باسي استعملناه باش كما قلنا نزلوا وقائع في المستقبل في دي ريسي اللي هما في الباسي. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما شفنا الاستعمالات ديال الكونديسيونيل لا في الكونديسيونيل بريزون ولا الكونديسيونيل باسي ولا حتى هاد لومبلوا بارتيكيلي اللي كنستعملو في الروايات وما الى غير ذلك. وبقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم اللي غادي نشوفو فيه واحد المود اخر اللي هو لامبيراتيف. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي مازال ما تابونا يتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. ومع السلامه.